تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله مثل ما عودناكم نتطرق لمواضيع طبية وصحيتهمكم وتفيدكم، ويصيرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. أرقام التواصل ويانا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم أولى فقراتنا تكون فقرة السوشيال ميديا، وتكون ويانا زميلتنا أسماء الجناحي، وبنتعرف خلال 60 ثانية عن أقلب ما يدور واهتمامات السوشيال ميديا. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور، اسمها عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالنور والسرور. ما شاء الله أمس كان يوم حافل زي يكونون، بحيث أن صحة زي هذا تنفيذ التوجيهات صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تم إطلاق مبادرة طبيب لكل مواطن، وهي المبادرة موجودة ضمن البند الخامس من وثيقة الخمسين اللي تم إعلان عنها من قبل صاحب السمو. فما شاء الله يعني الخدمة، يعني نحن ننصح الناس أخيرا طلعت تم إعلانها رسميا وتبشيها رسميا، فممكن تستفيدوا من الاستشارات من خلال بس مجرد أن أنت اتصل 8342 تقول لهم أن أنا محتاج استشارات، تفتح التطبيق الخاص الهيئة وتقدر تكلم الدكتور بشكل مرئي، يعني فيديو وصوت، يعني وأنت تختار. ممتاز، وهاي بتسهل على ناس كثيرة صراحة، يعني حتى لو كنت يعني في أماكن يعني الخدمة متوفرة طول الوقت. وثاني شيء اسمه يعني جميل أنك عندك سؤال، عندك استفسار، أي استشارة، ما بتستشير حد من ربعك بخصوص الأدوية أو بخصوص أشياء صحية أو بتدخل على الجوجل، على طول بتتواصل مع الطبيب المختص بهالشيء. فعلا، واحيانا في اشياء ما تحتاج السرير فيها المستشفى والسرير وهكذا، ممكن بس يعني يقولون وسواس بعرف اوكي ولا اوكي، يعني شيء بتجيب سلف على هالموضوع. فهذه الاشياء يعني فعلا راح تسهل وغايد اشياء. صح. والخدمه موجوده على مدار الساعه طول ايام الاسبوع، يعني اي وقت، ما فيها وقت معين. الحمد لله، بارك بهذه المبادرة صراحة اللي بتفيد الجميع إن شاء الله، وخاصة الأشخاص تعرفين أسماء اللي يكونوا مسافرين برا البلاد. مرات يعني صعوبة إنك تلقين طبيب تسألينه، أو يعني ما يعني مرات ما تلقين الخدمة 24 ساعة، بس هاي يقدر يتواصل معاه وواثق أن الشخص، بس يحتاج إنترنت، يعني شيء جدا يحتاج إنترنت، وكله بيكون عن طريق الأونلاين. صحيح. أيضا أمس كان في وسم هوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، كانت موجودة مع ترند على مستوى دولة الإمارات. نعم. وما زالت هي على مسألة ترند، وهي ونحن يعني نشجع الجميع أن يدخلون الرابط اللي تم الإعلان عنه في حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، ويختارون الشعار. هذا الشعار راح يمثلنا نحن كلنا، يعني كل المجتمع سواء كنا إماراتيين مقيمين، فننصح الجميع النسير. هم ثلاث اختيارات، اختار واحد الأنسب، يعني اللي تشوفه من وجهة نظرك. فنحن ندعوهم أيضا، هذا من الأشياء اللي توب ترند موجودة حاليا في قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا نختمها بالرسالة الإيجابية اللي عودناكم عليها، وهي تقول:
ستجد سرعة الأداء عندما تعمل ضمن فريق عمل متمكن، أما جودة الأداء تجدها عندما تعمل مع هذا الفريق بروح الفريق الواحد. ممكن يكونون دكتورة متميزين، كل واحد متخصص في مجاله وما عليه غبار، لكن لما تحطينه في مشروع المشروع يفشل. صحيح، مو شرط أن كل الناس يكونون يعني خبراء، لكن إذا كانوا الخبراء هذول يشتغلون بروح الفريق الواحد راح يصير شيء يكسر الدنيا. أكيد، لأنه بيكون هدف واحد عندهم فبيسعون المجموعة كلها لهذا الهدف، ما يكون أكثر عن هدف وكل واحد يسعى لهدف معين أو هدف يخصه. وفعلا كل واحد يقول سويت اللي علي وخلاص. صحيح. يعني إذا يقدر يسال في هالأشياء وايد، الروح هاي والمحبة اللي تكون موجودة بين الفريق وايد تساهم. يعني ممكن حتى ما يكون كلهم يعني خبراء، لكن في المشروع يكون ناجح أكثر من مجموعة فيها كلها يعني ناس متميزين. صحيح، فروح الفريق الواحد جدا مهمة في وصول لأي هدف. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسمى الجناحي، شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص فقرة السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها. بننتقل لموضوع فقرتنا التوعوية. بالنسبة سؤال وصلنا قبل ما ننتقل للفقرة التوعوية، الاستشارة فيها خدمة صرف الأدوية بالنسبة لطبيب لكل مواطن فيها بس مجموعة أدوية معينة، تقدرون تتصلون على الرقم 8342 يحولونكم على الخدمة نفسها اللي هي طبيب لكل مواطن، وفيها الاستشارة وفيها كذلك خدمة صرف الأدوية. بس طبعا يعتمد في أدوية معينة يعني عليها شروط معينة للصرف، أدوية فقط استشاري صرف، يعني بس أن الخدمة فيها صرف أدوية. مستمعينا، ننتقل لفقرتنا التوعوية. بالنسبة اليوم فقرتنا التوعوية بنتكلم عن موضوع جدا مهم وهو التغذية السليمة لأصحاب الهمم. ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة فاطمة سعيد الخروصي. صبحت الله بالخير فاطمة. أهلا وسهلا حبيبتي، الله صبحت بالنور والسرور. هلا، موضوعنا اليوم جدا مهم صراحة ويخص التغذية السليمة لأصحاب الهمم. صحيح، فحابين نتعرف أكثر عن هالموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لذوي الهمم طبعا هذيلا منهم عيالنا، منهم أخواننا، منهم يعني أهالينا، فهي أكيد يعني في المجتمع لهم دور مهم، فدورهم هذا المهم يحتاج أن تغذية سليمة عشان يقدرون يتعايشون مع الأشخاص السويين. إحنا ما نقصد فيها أنهم عندهم أي إعاقة، هم عندهم عجز في شيء معين، ممكن تكون عجز حركي، ممكن يكون عجز في البلع، في التغذية بشكل عام. العناصر اللي تدخل لهم كعناصر غذائية ممكن تكون ناقصة بسبب مشكلة بس عجز عندهم، وهذه المشكلة إحنا نحاول قد ما نقدر نوصل لهم لأحسن هدف وأحسن تغذية سليمة. طبعا من أهم العوامل على نجاح التغذية السليمة كثيرة، منها اختيار الأطعمة المناسبة. نقصد فيها الأطعمة المناسبة تعتمد على نفس الشخص السوي، على حسب سنه، على حسب طوله، على حسب وزنه وجنسه ومستوى النشاط. هذا مستوى النشاط مهم جدا، هل هو هذا مستوى النشاط هيكون ضعيف ولا يعني متوسط ولا عادي أو إنسان رياضي، لأنه يعتمد على حسب نوع العجز اللي عنده مثل ما قلنا. أيضا الوضع الصحيح للإنسان أو من ذوي الهمم، هل هو باستطاعته أنه يجلس، فكل ما كان باستطاعته أنه يجلس مستوى راسه على نفس مستوى الجسم، كل ما كان بعيد عن مشاكل اللي هو دخول السوائل والأطعمة في القصب الهوائية. صحيح. بدل ما تدخل للبلعوم. أيضا من الأدوات والأجهزة اللي يستخدمها، هاي أهم شيء إحنا دائما نناقشها، هي الأهالي والمناسبة، مثل إحنا نقول ملاعق، هل هي مناسبة لأنه يقدر يأكل منها أو الشوك لها. لهم في بعض الأدوات خاصة لهم لازم تكون متوفرة إذا احتاج. أيضا طريقة الإطعام، هل هي تكون طريقة الإطعام عن طريق السوائل أو التغذية الأنبوبية وهي متوفرة عندنا، فهاي إحنا نقيمك أخصائيين تغذية مع الأهالي. أيضا طريقة البلع، هل يقدر يبلع، هل يقدر يمضغ، أو طريقة المصل السوائل، هاي كلها لازم نقيمها أخصائيين تغذية عشان نقدر نوصل الأهل لبر الأمان والأكل اللي المفروض الإنسان يأخذه. ايضا الحاله النفسيه مهمه جدا خاصه للشخص. احنا نقول الحاله النفسيه، هل
عنده مثلا الوالدين قادرين على تفهمه او احتياجه او هو فاهمين شو اللي يبغي ولا لا. الغالب يكون ما يقدروا يفهموا لهم شو اللي يبغون بالضبط من ناحية الاكل او السوائل. فاهم شيء انه يكون عندهم السوائل خاصة الماء ما بين 8 ل10 أكواب في اليوم عشان نتجنب المشاكل اللي تصير في الجهاز الهضمي او تحسين وظائف الكلى وظائف الجهاز الهضمي. صحيح. التركيز على الالياف الغذائية الموجودة في الخضروات والفاكهة هاي وايد مهمة. احنا نذكر منها الخيار، الخس، السبانخ، الفواكه، جميع انواع الفواكه تقريبا، والحمضيات، الفاكهة مثل الجوافة، مثل التفاح، لتحسين الجهاز الهضمي وتنشيط حركة الأمعاء، لأن مثل ما قلت لك عدم الحركة ممكن تكسل الجهاز الهضمي وبالتالي يكون عنده صعوبة مثل التلبك المعوي أو الإسهال أو الإمساك. أيضا التركيز على مضادات الأكسدة هاي مهمة جدا، لأن مضادات الأكسدة هدفها هي يعني القضاء على الشوارد الحرة، وإحنا نقصد الشوارد الحرة اللي ينتجها عمليات الأيض في الجسم. هاي عمليات الأيض بسبب المرض، بسبب سوء تغذية، بسبب أي مشكلة مرضية في الجهاز الهضمي تسبب إلى زيادة الشوارد الحرة، وهاي الشوارد الحرة ممكن في المستقبل إذا زادت في جسم الإنسان تسبب مرض ثاني أو مشكلة ثانية، من أغلبها تكون في أمراض السرطان والأمراض المزمنة. فإحنا عشان نتجنبها نكثر مضادات الأكسدة اللي هي موجودة في فيتامين ألف اللي هو ممكن يكون في الجزر، في البازيلا، السبانخ، البقدونس، الشمام، والفلفل الأخضر. أيضا فيتامين جيم هاي بعد من مضادات الأكسدة المهمة الموجودة في الحمضيات بشكل عام، في الليمون، البرتقال، الجوافة والتفاح. أيضا فيتامين ها وهو موجود في زيت الزيتون وزيت السمك، هذا بعد مهم كتقوية الجهاز المناعي ورفع المناعة في الإنسان. أيضا الزنك وهو عنصر مهم جدا لموجود في الزبادي واللبن الرايب أو الكبد أو الكبد. إحنا نقول تنظيم الوجبة لذوي الهمم مهم جدا حاله كحال أي شخص سوي، وهو تنظيم الوجبة مثلا ما نلغي أي وجبة من الوجبات لكن على حسب احتياجه، وهي يقررها أخصائي التغذية. وفي النهاية النشاط البدني، كل ما كان قادر على أن يمارس أي نشاط بدني ناسب حالته يفضل أنه يستمر عليها. ممتاز. يعني هذه المواضيع اللي طرقتي لها أستاذة فاطمة جدا مهمة، خاصة للي يعني لأصحاب الهمم، والجميل أنك ركزتي على أشياء جدا حتى يعني بسيطة بس جدا مهمة، يعني طريقة الأكل، نفس الشيء استخدام الأدوات المناسبة، ركزتي على عنصر الماي اللي هو يعني يمكن مرات الواحد ينسى يعني خلال اليوم، وخاصة في يعني في يعني من أصحاب الهمم ما يقدر ينطق أو يقول لك محتاج ماء أو أشرب ماء، بس الواحد يتأكد، وركزتي كذلك على جزء مهم اللي هي الفواكه والخضروات الألياف اللي فيها كذلك وأهميتها بالنسبة لهم. كلمة أخيرة توجهينها أستاذة فاطمة لمستمعينا خلال البرنامج. الكلمة الأخيرة لأصحاب ذوي الهمم بالأخص وأهاليهم، إحنا مستعدين لتقديم الخدمة خاصة في قسم التغذية، وبس يعني مجرد الزيارات هاي اللي تكون متواضبة بيننا وبينهم توصل أصحاب ذوي الهمم لأسهل طريقة لتغذية سليمة بدون صعوبات، ويعتمد على حسب حالته. في النهاية هم إحنا نعتبرهم أشخاص مهمين في مجتمعنا وإحنا محتاجينهم في المجتمع، فاحتياجنا لهم محتاج شخص له مثل ما قلنا جسم سليم وتغذية سليمة. صحيح صحيح. أستاذة فاطمة سعيد الخروصي اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. حياك الله. الله يحييك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا التوعوية وتكلمنا فيها بخصوص التغذية السليمة لأصحاب الهمم. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم، وبنتحدث بعد الفاصل عن أول مسح صحي شامل ولكن لأمراض العيون. خلكم ويانا راجعي لكم. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا في فقرتنا الحين بنتحدث عن أول مسح صحي شامل لأمراض العيون، ويانا الأستاذة شروق البنا مدير مشاريع في مؤسسة نور دبي. صبحت الله بالخير أستاذة شروق. صباح النور والسرور، ومشكورين على هاي الاستضافة وحسن استضافتكم في البداية، مشكورين. العفو حبيبتي. أستاذة شروق، طبعا
طبعاً يعتبر هذا أول مسح صحي شامل أمراض العيون. فبداية حابين تعرفين عن شو يعني هذا المسح الصحي وكذلك شو أهميته؟ أوكي، عادة يتسوى المسح الصحي لما نبغى نجمع معلومات، نبغى بيانات، نبغى إحصاءات علشان نحقق هدف، نحل مشكلة، نطور أو نحسن من أي خدمة موجودة. ولما نظرنا في الموضوع لقينا أن وزارة الصحة مثلا كانت ناشرة كثير من البيانات عن صحة العيون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن لما دققنا في الموضوع اكتشفنا أن معظم البيانات الموجودة اللي لها خص بالإعاقة البصرية بصحة العيون مبنية على مثلا دراسات في مستشفيات، في عيادات، مصادر ثانية، لكن ما تشد استوى مسح صحي معني ومتخصص في الإعاقة البصرية، أمراض العيون، بأن يجمع تفاصيل وبيانات جدا دقيقة. نعم. النقطة الثانية، شو أهمية هذا المسح الصحي؟ يعني أكيد إذا أي واحد بيسوي يعني فرضا مسح صحي أو شيء له أهمية تكون، فشو أهميته؟ فعلا هذا المسح جدا جدا مهم، لأن هذا بيكون الأساس اللي بتنبني عليه كثير من الاستراتيجيات في الدولة لتطوير مثلا نسوي بعض الإضافات لمجال البنية التحتية لصحة العيون بشكل عام. مثلا في أسئلة تنطرح، كم عدد أطباء العيون؟ هل هناك حاجة مثلا لأطباء زيادة؟ كم عدد الأشخاص المصابين مثلا بالمياه البيضاء؟ كم عدد الأشخاص اللي مصابة مثلا شبكيتهم بسبب أمراض السكري؟ هذه المعلومات كلها راح نستخدمها إن شاء الله في تطوير استراتيجيات مستقبلية لتحسين إن شاء الله صحة العيون في إمارة دبي. ممتاز. طبعا يعني كل مسح صحي يميز شيء معين، فماذا يميز المسح الصحي اللي تم إطلاقه كأول مسح صحي شامل لأمراض العيون بالتحديد؟ هذا المسح أولا يتميز أنه جدا بيكون مفصل، راح يكون مش مثلا فحوصات بسيطة، فحص شامل لكثير من الأمراض المزمنة، الأمراض الوراثية بعد بننظر فيها، رح نسوي تحاليل كاملة للشخص من ضمنها طبية مثل بنشوف الضغط، بنشوف السكر، ولكن الفحوصات العيون رح تكون شاملة، عشان شي رح تستغرق لا يقل عن 20 دقيقة لكل شخص. صحيح، لأن فحص العين كذلك يحتاج وقت، يعني مطعنين النظر، نعم، والنظر كذلك وفحص أجزاء العين من الداخلية بالضبط كذلك. أنت كطبيبة عارفة هذا الشيء، يعني في مثلا بعض الفحوصات الممرضة تقدر تسويها، صحيح، لكن بعض الفحوصات الدقيقة لا، لازم فني بصريات أو طبيب متخصص في مجال معين في مجال العيون. صحيح، وسبحان الله يعني النظر يعني أهميته كبير وما يقدر الواحد بتاتا يعني يعني يعطيها التقييم يعني من كثر أهميته، يعني لأهميته الشيء الوحيد اللي تقدر تسوي إنه عشان تحس فعلا قيمة نعمة البصر، غمض عيونك، غمض عيونك، حاول تسوي أي شيء وانت مغمض عيونك. شو صعوبة في هذا الشيء؟ نحن شعارنا في مؤسسة نور دبي لعيون تحلم بنعمة البصر، من بدايات عملنا من بدايتنا في 2008 لما كان مبادرة إلينا الحين، الحمد لله قدرنا نوفر المساعدة سواء عن طريق العمليات، النظارات، الأدوية لأكثر من 27 مليون شخص حول العالم، ولله الله. الحمد، ما شاء الله، هذا إنجاز نفتخر فيه، إنجاز صحيح. كبير صحيح، وخاصة يعني نعمة البصر، نعمة يعني البصر. إذا تحبين ممكن أخبرك عن أحدث الإحصاءات اللي طالع من منظمة الصحة العالمية، عدد الأشخاص اللي عندهم مثلا أمراض أو مصابين بنوع من أنواع الإعاقة البصرية حاليا حول العالم 217 مليون شخص حول العالم، ومن 217 مليون شخص، نعم، ومن هذيلا كلهم 36 مليون شخص مصابين بالعمى الكلي. بعد أعداد كبيرة، أعداد كبيرة، عشان شي نحن من أهدافنا أن الحد من الإعاقة البصرية والعلاج قبل ما الواحد يوصل لهذه المراحل النهائية. صحيح، وهذا له دور كبير حتى من ناحية، نعم، العلاج يكون أسهل بالضبط. تقبل الجسم كذلك للعلاج أو الشخص للعلاج يكون أسرع من الحالات اللي يكون متطوره يعني وتعرضت الأشياء كثيرة قبل. صحيح، عشان شي منظمة الصحة العالمية طرحت مبادرة الرؤية 2020 أن كان
يبغون يقللون من أمراض العيون والإعاقة حول العالم إلين سنة 2020. فمن ضمن هذه الأهداف والبرامج الجبارة لازم يكون في مسح عيون عشان ننظر لي شو هي الحاجة، شو هي النواقص مثلا، شو اللي ممكن نطوره، المعلومات اللي نحن محتاجينها، كم عدد المكفوفين، شو احتياجاتهم. صحيح. كثير من الأمور تصب في هذا المجال اللي إن شاء الله هذا المسح رح يفيدنا إن شاء الله. أستاذ الشروق، طبعا أكيد في فئة مستهدفة من هذا المسح، فأي فئة أنتم مستهدفين في هذا المسح؟ نعم، تركيزنا حاليا في إمارة دبي، أن بيتم التواصل مع المقيمين الإماراتيين وغير الإماراتيين، لكن اللي أعمارهم 40 سنة وما فوق. نعم. تركيزنا على فقط 40 سنة وما فوق. في هذا المشروع نحن شركاء مع هيئة الصحة ومركز دبي للإحصاء، وكل شريك له دور فعال في إنجاح هذا المشروع. مثلا مركز دبي للإحصاء راح يتواصل مع كثير من الناس، يطلب منهم زيارة مركز من المراكز الصحية اللي نحن حددناه. نعم. لهذا هدف هذا المشروع، يخبرهم عشان هم يجون مثلا يزورونا ونقدر نسوي لهم الفحص الشامل. نعم. وكم العدد اللي مستهدفين في هذا المسح؟ راح يكون في اختيار عشوائي. نعم. العدد الأخير 2190 شخص من جميع الجنسيات المقيمة في إمارة دبي، منهم الإماراتيين اللي حابين نوصلهم 664 شخص، 772 شخص غير إماراتيين، وكذلك بندعو مثلا تجمعات العمال وبعض الأسر. ممتاز. أن يكون العدد 2190 شخص. ممتاز. يعني بيكون المسح شامل لكل فئات المجتمع تقريبا. نعم. اللي من 40 سنة وما اللي ما فوق. نعم. بالنسبة لي يعني خلال البرنامج يمكن الناس تتساءل كذلك أستاذ شروق. نعم. يعني بيهم اتصال من مركز دبي للإحصاء. نعم. بالضبط. والاتصال هذا بيبلغونهم أي مركز يتوجهون. نعم. يوم بيتصلون فيهم بيشرحون، بيعطونهم نبذة بسيطة عن هذا المشروع. نعم. وإن شاء الله خلال المكالمة بيشرحونهم أهميتهم، لأن صح نحن مقدمين هذه الخدمة، ولكن لنجاح المشروع يأتي دور المجتمع. صحيح. في مساعدتنا، فبيخبرونهم المعلومات، بيحددون لهم موعد، ونحن حاطين فاتحين 8 عيادات. نعم. في أماكن مختلفة جغرافيا في إمارة دبي. مثلا عندنا حاليا نحن بادين الشغل في 4 مراكز، منها حكومية ومنها. نعم. مراكز خاصة. هيئة الصحة في دبي حاليا فاتحة مركز ندى الحمر ومركز الطوار. نعم. عندنا 5 عيادات مفتوحة على مدى الأسبوع، يعني حاطين مثلا بعض المواعيد بنعطيها بتكون صباحية، بعضهم ما يرموني الصبح فبنعطيهم مواعيد مسائية. ممتاز. حتى فاتحين المجال يوم السبت لبعض المدعوين اللي مثلا ما يرومون يسيرون أثناء الأسبوع. وكذلك معانا القطاع الخاص. ممتاز. من القطاع الخاص معانا مستشفى مدكير وكذلك مستشفى الزهرة. ممتاز. يعني. نعم. نوعتوا بين، وبيكون كذلك كتعاون بين القطاع تعاون جميل الحكومي جدا الصراحة والخاص. صحيح. نعم. صحيح. وبيلعب دور كبير. في بعد كذلك أستاذ الشروق، يعني الشخص أول ما يتجه للتسجيل أو يتجه أو يسأل عن المسح، يوم يوصل. أيوة. يوم. نعم. يوصل المركز على طول يتوجه إلى عيادة قسم العيون على طول. بتكون في لافتة موجودة في مدخل العيادة أو. نعم. أو الموقع، وكذلك في مدخل قسم العيون يتوجهون له مباشرة، يخبرون النرس اسمهم، يراوون الاسماس، لأن غير الاتصال راح يكون عندهم اسماس للتذكير. ممتاز. وكذلك للتذكير بيتم الاتصال فيهم نفس يوم الموعد إن شاء الله. ممتاز. عشان تذكير الشخص كذلك. نعم. وها مستمعين، يعني هذا الأهمية هذا المسح. يعني قبل ما أبتدي أي تقريبا مثل ما أقولك، يعني أنا أخذ من وجهة طبية، يعني. نعم. قبل ما أبتدي أي خدمة طبية كذلك لازم أدرس. نعم. لازم. نعم. أدرس شو الاحتياجات اللي موجودة عندي، شو المشاكل اللي موجودة أصلا يعني وموجودة في هذه الفئة العمرية. صح. وخاصة لمرضى العيون، يعني النظر يعني له أهمية جدا كبيرة، وفي مرات أشياء بسيطة من. صح. البداية الواحد يسويها. نعم. أو يعالجها ويتفادها علشان ما يوصل لمرحلة جدا متأخرة
أن بعدين مثلا خياراته للعلاج تكون جدا قليلة. صحيح صحيح هو. وهذا دور كبير يعني. فهذه دعوة من أي حد توصل الرسالة أو تم الاتصال فيه. نعم. يعني توجه لها وإن شاء الله بتكون التسهيلات موجودة كذلك. جدا جدا يعني متعاونين. مثلا يتصلون فينا يردون يتصلون فينا يقولون نحن مو قادرين مثلا نحضر الموعد، عادي نحدد لهم موعد ثاني عشان شي فاتحين هالعيادات كلها نسهل لهم الحضور حسب تواجدهم وقدرتهم. ممتاز، نتمنى لكم كل التوفيق استاذ شروق. استاذ شروق، كلمة أخيرة توجهينها المستمعين خلال البرنامج. والله الصراحة حابة أشكركم أولا على الاستضافة، لكن أوجه رسالة خاصة لجميع المستمعين أنهم يساهمون معنا في إنجاح هذا المشروع، ومساهمتهم بتكون جدا بسيطة في حضور الموعد بعد ما يتم اختيارهم. هذا شرف لنا وشرف لهم، وإن شاء الله بإذن الله ينجح المشروع، وهذا بيفيد الإمارة وبيفيد الدولة على المستوى الطويل إن شاء الله. صحيح، وكم الخدمة اللي يقدمونها لي يعني لي يعني توفر علاجات كذلك مستقبلية لهذه الأمراض. وتعرفين أختي عاشة، كذلك كل المساهمين معنا المشاركين اللي يحضرون الموعد، نحن كشكر منا قدمت لنا مجموعة ريفولي، كل شخص يشارك راح يحصل كوبون إنه يقدر يشتري فيه نظارة. بعض الأشخاص راح يحصلون على نظارات طبية مجانية، وأسبوعيا راح يكون في سحب على نظارة من ماركة مونبلون، شخص واحد بيفوز فيها من اللي حضروا هذا المسح أسبوعيا. هذا يعتبر مثل شكر بسيط منا نحن لمشاركتهم معنا. نتمنى لكم كل التوفيق استاذ شروق البنا، مدير مشاريع مؤسسة نور دبي. شكرا لك. شكرا. شكرا لك. مستمعينا، كان هذا حديثنا عن أول مسح صحي شامل لأمراض العيون. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتكلم عن مشاركة الهيئة في اليوم العالمي للغة العربية، واليوم العالمي للغة العربية اللي هو يصادف 18 ديسمبر من كل سنة. وطبعا اللغة العربية تعتبر هي لغتنا الأم، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم كذلك. وبما أن اليوم هو يوم العالمي للغة العربية، يسرنا يكون ويانا اليوم الأستاذ خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات بهيئة الصحة بدبي، وبنتكلم أكثر عن مشاركة الهيئة في اليوم العالمي للغة العربية. صبحك الله بالخير أستاذ خالد. صبحت الله بالنور أستاذ. حيا الله دكتورة. أهلا أستاذ خالد. أستاذ خالد، طبعا حابين نتعرف أكثر عن مشاركة الهيئة في اليوم العالمي للغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جميع المؤسسات الحكومية والدوائر وحتى الجهات الخاصة التي تعني لها اللغة العربية أهمية كبيرة تحتفل بهذا اليوم الذي حدد من قبل الأمم المتحدة كيوم عالمي للغة العربية. وهيئة الصحة من تلك المؤسسات التي تعنى باللغة العربية. نعم. ولديها أنشطة كثيرة على مدار السنة، ولكن في هذا اليوم شأنها شأن المؤسسات الأخرى تحتفل بحجمة من الأنشطة والفعاليات لتذكير الموظفين بأهمية هذا اليوم والاعتزاز بلغتنا العربية لغة القرآن الكريم. صحيح. طبعا أستاذ خالد، اللغة العربية لا تخفى على أحد، فيعني أبدعت مختلف أشكالها وأساليبها، سواء الشفهية أو المكتوبة، سواء الفصيحة ولا العامية، وكذلك إلها فنون معينة مثل مختلف خطوطها وفنونها سواء النثرية والشعرية. طبعا لها أهمية كبيرة، فشو هي أهمية تعزيز اللغة العربية نحن كمجتمع أو أنك يعني بيئة أوريدي نشأنا تحت هذه اللغة العربية؟ أولا، إحنا أمة
اللغة العربية، لأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية وبلسان عربي مبين كما ورد في القرآن الكريم. هذا واحد. الشيء الآخر يعني الاهتمام باللغة العربية هو اهتمام بهويتنا. هويتنا هي ليست بطاقة نضعها في الجيب لتحدد جنسيتنا. نحن انتمائنا أكبر، نحن جزء من أمة عربية إسلامية، فلغتنا هي أحد يعني صور الهوية العربية التي نحن جزء منها. الشيء الآخر طبعا اللغة العربية هي إن لم تكن من أقوى، هي من أقوى اللغات، سواء كان في الشاعرية، سواء كان في القدرة في التعبير، سواء كان في الفنون التي ارتبطت بهذه اللغة. صحيح. فهي من أقوى اللغات ومن أكثرها انتشارا في العالم. فنحن أبناء هذه اللغة، فلا بد أن نهتم بها ولا بد أن نحتفي بها. والحمد لله أنهم أوجدوا يوم يعني عالمي للاحتفال بها، ونرى في هذا اليوم تحتفل حتى الدول غير المتحدثة باللغة العربية. صحيح. تحتفل باليوم العربي، وأنا يعني عندي اهتمامات فنية وثقافية أخرى غير اللي أنا منتمي لهيئة الصحة. أرى هذا الأمر في إقبال الجمهور العالمي على الفعاليات التي تنظمها دولة الإمارات في الخارج، والتي تستقي من اللغة العربية مصدرها كفنون الخط العربي. صحيح. والشعر والأدب والقصة فهذه كلها تستهوي أدباء العالم من أقصاه إلى أقصاه. صحيح. لذلك اللغة العربية وفنونها المرتبطة بها هي فنون يعني عظيمة وعريقة تمتد بجذورها حتى من قبل الإسلام إلى يومنا هذا. صحيح. ولها تميز أستاذ خالد، يعني تميزها واضح، يعني إذا بتحضر أي معرض فني أو بشوف أي لوحة فنية يعني فيها اللغة العربية موجودة في اللوحة نفسها، تحس اللوحة مميزة، يعني حتى طابع الحرف يكون جدا مميز. نعم صحيح، الحرف مدروس والحرف له استخدامات والحرف. صحيح. له يعني حتى الزاوية تكون محسوبة بطريقة معينة. نعم. المقاس. نعم. يكون محسوب بطريقة معينة. وكذلك أستاذ خالد، يعني نفس أنت ما طرقت الموضوع، يعني حتى الغير ناطقين بالعربية يهتمون بهذه اللغة كثيرا، يعني يمكن نشوف فنانين كثار غير عرب بس تعمقوا كثير في الخط العربي، وهذا يعكس كذلك أهميته. صحيح صحيح صحيح. هناك يعني هناك من المهتمين باللغة العربية، هناك من المهتمين باللغة العربية وبالخط العربي وبالفنون العربية من اليابان إلى أمريكا، من يعني على مساحة يعني العالم. صحيح. والاهتمام باللغة العربية أيضا اهتمام منذ القدم، يعني نجد أن كثير من وضعوا قواعد اللغة العربية هم من غير العرب، والذين هم يمثلون يعني يمثلون عالمية انتشار هذه اللغة منذ القدم يعني. وهذا يعكس تميزها، ويعني وخاصة في أشياء معينة هي تتميز عن أي لغة ثانية موجودة يمكن في عالمنا هذا. ونحن اليوم طال عمرك يعني في هيئة الصحة. نعم. لسنا بمعزل عن العالم، انما. صحيح. نحن في بي 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 يعني جزء من هذا العالم. صحيح. نحتفي باللغة العربية من خلال يعني الفعالية تنظم اليوم في مركز الابتكار التابع لهيئة الصحة. نعم. هذا المركز هو عبارة عن يعني يعني منارة للهيئة ننظم من خلاله العديد من الفعاليات، واليوم اللغة العربية هي ضيفة هذا المكان من خلال معرض للخط العربي بالتعاون مع جمعية الإمارات لفن الخط العربي، من خلال ورشة لفن الخط العربي لارتباط الخط العربي مع اللغة العربية، أيضا هناك محاضرة قيمة. نعم. سوف يعني يلقيها الأديب والأستاذ علي عبيد الهاملي، وهو مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام.
وأيضا هو نائب رئيس ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وسوف يتحدث عن حاضر ومستقبل اللغة العربية مع مفاجأة راح تكون إن شاء الله ضمن هذه المحاضرة، سوف يظهرها الأستاذ علي عبيد. إضافة أيضا سوف تكون هناك الأستاذ الشيخ المطيري، سوف تحدث عن اللغة العربية والمعاجم، وأيضا فعاليات أخرى إن شاء الله ستصاحب هذا الاحتفال بإذنه تعالى. ممتاز. أستاذ خالد، بيكون اليوم الاحتفال إن شاء الله بإذن الله تعالى الساعة 11 إن شاء الله في مركز دبي للابتكار، مركز صحة دبي للابتكار. نعم، في مركز دبي، صحة دبي للابتكار، هيئة صحة دبي للابتكار. أستاذ خالد، هذا بخصوص مشاركة الهيئة في اليوم العالمي للغة العربية، وهو اليوم، وما شاء الله فقرات جدا تشجع الواحد لحضور هذا اليوم والمشاركة كذلك في هذه الفعاليات. بس يلا خلص الاستديو تعالي يعني. إن شاء الله إن شاء الله. يعني صراحة يعني أشياء كثيرة تطرقتوا لها، يعني حتى معرض الخط العربي، المحاضرات اللي بتطرحونها، وكذلك دورة بسيطة في الخط العربي، يعني نعم. أشياء يعني جميلة ولها أهمية كبيرة. فأستاذ خالد، حابين نتعرف أكثر عن الأنشطة الأخرى اللي تقوم بها الهيئة لتشجيع وتعزيز القراءة باللغة العربية. طبعا احنا عندنا إدارة هي إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات، ضمن أنشطتها إدارة المعرفة، ومن أنشطة إدارة المعرفة القراءة وتشجيع القراءة وتشجيع أيضا الكتابة. ولذلك فمن خلال هذه من خلال هذا القسم نقوم بتزويد المكتبات الفرعية في المستشفيات بالكتب التي تحظى بالقبول بتنوع الثقافات وتنوع الاهتمامات لدى القراء من موظفي الهيئة ومن عملائها. أيضا نقوم بتنظيم جلسات للقراءة، يعني بحيث أن نستضيف بعض القراء المعروفين، الكتاب المعروفين، يتحدثون عن منتج معين من كتاب أو قصة أو رواية، وبعد ذلك يطرح المجال للنقاش مع المؤلف، ومن ثم الحصول على إيش، على النسخة من الموقع من المؤلف. أيضا نقوم لأول مرة شاركنا السنة هذه بمعرض الشارقة للكتاب، وكان لدينا تقريبا عرض جيد لمكتبة الهيئة الإلكترونية، وهي تعتبر من أكبر المكتبات على مستوى الإمارة. تضم أكثر من 300,000 كتاب، أكثر من 18 مليون مقالة، ثم أيضا أكثر من مليون صورة، وعشرات الملايين من الصور، ومليون من الأبحاث والدراسات. كل هذه يعني موجودة للطبيب والإداري والفني ليستقي قدر المستطاع من هذه المكتبة الإلكترونية التي توفرها الهيئة لموظفيها. طبعا هناك أيضا فعاليات أخرى للأطفال في المناسبات، إن شاء الله راح نشارك في مارس بإذن الله تعالى بشهر القراءة، ونعد برنامج متكامل في هذا الموضوع. إن شاء الله أنشطة كثيرة، وإن شاء الله موظفي الهيئة وزوار الهيئة بإذن الله تعالى سوف يلمسون هذه الأنشطة خلال الأيام العالمية التي تحتفل بها الإمارة والدولة والعالم. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. أستاذ خالد، كلمة أخيرة توجهها لمستمعينا خلال البرنامج. أولا يعني أنا أتمنى من كل عربي أن يفتخر بلغة العربية، وأن يعتبرها يعني هي اللغة الأم، هي اللغة الأساسية في التخاطب. لا تعجز اللغة العربية عن التعبير عن ما يريد أن يعبر عنه التلميذ، ويريد أن يعبر عنه الأستاذ، ما يريد أن يعبر عنه الأب أو الأم أو حتى الجد. لغتنا قوية وغنية. الملاحظ اليوم أن الغالبية من الشباب وحتى من الكبار اليوم أصبحوا يستعيضون عن اللغة العربية باللغة الإنجليزية التي هي في الأصل ناقصة، لا تستطيع أن تجاري اللغة العربية.
فأتمنى في يوم اللغة العربية أن تحظى اللغة العربية باهتمام أبنائها بالدرجة الأولى، ومن ثم يدعون الآخرين إلى تعلمها وتذوق جماليتها. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك. العفو، بارك الله فيكم. شكرا لك أستاذ خالد. طبعا هذه كانت آخر فقرة لبرنامجنا اليوم مستمعينا، وختامه مسك كنا نتحدث عن مشاركة الهيئة في اليوم العالمي للغة العربية، واللي هو اليوم 18 ديسمبر من كل سنة. وطبعا في فعاليات معينة بتكون موجودة في مركز هيئة الصحة للابتكار، وبتبتدي الساعة 11 إن شاء الله. مستمعينا شكرا لحسن استماعكم، أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. يعطيكم العافية جميعا، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح. ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.